عليه. ملاحظة لكم يعني قبل لا أبدأ هذا التفصيل الآخر، إن شاء الله أنتم حاليا شنو مشاريعكم شباب؟ مال الشقق مو يمكن بالتصميم؟ فتحوا المايك عادي ماكو مشكلة. إي أستاذ. زين. إحنا هسه حاليا شقق سكن أساتذة. بالضبط اللي طلعتكم اياه يعني بالموقع مال الجامعة إن شاء الله حتشتغلون، أو حاليا تشتغلون المفروض بمراحل غير. تمام. زين. خلوا ببالكم شباب، انتم من تصممون بصورة عامة ما دام شغلنا هسه على العتبات او الجسور الخاصة بالبنايات الخرسانية، على اعتبار انه انتم حتصمموها، زين مخلين ببالكم نوع المنشأ، هل هو خرساني؟ هل هو حديدي؟ خرسان استاذ، يعني الاغلب اعتقد هو اشتغل على اساس خرسان. تمام حلو. بما انه خرسان، بس انه خلوا ببالكم باعتبار انتم معماريين، بالنسبه للعتبات او جسور، كل ما نزيد الفضاء كل ما يحتاج عمق اكثر وكل ما يحتاج تسليح اكثر. اذا نرجع على الصوره هاي، اذا كل ما ازيد هذا الفضاء، هذا احنا نسميه span of beam، هذا الفضاء of فضاء العتبة. زين، هذا الفضاء كل ما ازيده اني شو احتاج؟ احتاج تسليح اضافي عالي هنا في منطقة العزم السالب، واحتاج تسليح اضافي هنا في منطقة العزم الموجب، بالإضافة إلى نقطة طبعاً تهمكم أنتم كمعماريين، هي أنه لازم شنو؟ لازم أزيد هذا العمق. أنتم المفروض بالشقق حسب اعتقادي أنه عندكم ليمت بالارتفاعات، ما يقدر ترتفع يعني تسوي مثلاً 5 أمتار، مستحيل. أنه ممكن بالزائد تسوي 3.5 يعني، أو يعني في أحسن حالاتك تسوي 4 أمتار بالنسبة للشقق ارتفاع الطابق، وهذا ما يعني بعض الأحيان غير وارد. فانت خلي بالك كل ما تزيد المسافة ما بين الأعمدة كل ما تحتاج تسليح إضافي أكثر وعمق إضافي أكثر. يعني هذا مثلا لو كانت فرضا كمثال، هذا أعتقد هذا العمق هو اللي أقصده أنا، لو كانت المسافة ما بين هذا العمود وهذا العمود هي 3 متر، فقد يكون العمق هنا قد 30 سنتيمتر، مو هواي، وبالتالي ما هيأثر عليك معماري. لكن لو كان البعد ما بين هذا العمود وهذا العمود 10 متر، لا، بهالحالة هاي التسليح عندي راح يصير هنا عالي جدا، هاي من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يزداد العمق من 30 سنتيمتر إلى حتى شو يوصل إلى 80 سنتيمتر، أو قد يكون متر حسب. فهاي خلوها ببالكم باعتباركم معماريين، وأنتم تحتاجون شنو؟ تحتاجون جسور أو أعضاء إنشائية لا تحجب الرؤية من الناحية المعمارية. ملاحظة جدا مهمة خلوها ببالكم انه مستعد. كل ما نعم اذا البعد اقصى شيء 7.2 7 متر.2 ممكن تقسموه على 2 مثلا، تسوي 3 عمود، وبالتالي يصير عندكم جسرين. زين انا اريد هالمسافة 7 متر. تبدي 7 متر ماكو مشكلة، بس هذا لازم اكو اعتبارات انشائية لازم ناخذ نظرة اعتبار، يا اما نزين التسليح، واما نقلل نزيد نزيد العمق الخاص بالعتبه. زين هو وين حتخليه ال 7 امتار؟ خارجي داخلي؟ داخلي يعني هو ماكو مشكله، يعني مو مستحيل تصميمه، وانما كلش طبيعي اصلا، لكن قد 7 امتار يعني حسب الخبره الانشائيه انه قد يكون العمق مالته حوالي وين السقف يصير 40، يعني ممكن يصير 50. قد ايش ارتفاع الطابق؟ الطابق الارضي 3.5 والطابق الباقيه 3. الطابق الارضي مو قليل 3.5 الارضي؟ كيف كنت اخليه؟ نعم؟ 4 اخليه؟ يعني هو انت مثلا انت عندكم متطلبات معماريه، وانا ما المفروض اعرف مني بيها يعني. عادة طوابق أرضية نسميها نسويها عادة نسويها أكثر من 3.5 يعني، قد تكون 4 مثلا. فالطوابق الأعلى صح
ثلاثة ونص بالزايد يعني، كمعدل الطابق الأول وما فوق حسب استخدامه طبعا. إذا كان شقق أكيد حيكون كله شنو على ثلاثة، لكن بصورة عامة الطابق الأرضي باعتبار أنه قد يكون عندكم الطابق الأرضي مو فقط شقق، قد يكون عندكم لوبي، قد يكون عندكم فد منطقة مثلا، قاعة مثلا، مال اجتماعات مثلا أو مناسبات لأهالي الشقق مثلا، ما أعرف حسب تصميم معمار مالتكم يعني. إذا ما يتطلب فضاءات كبيرة لا ماكو مشكلة بارتفاع 3.5، لكن إذا عندكم فضاءات كبار لا أعتقد يتطلب أنه ترفعون على الأقل سقف الطابق الأرضي إلى 4 أمتار مثلا. وأعتقد المفروض متناقشين أنتم ومستر علي يمكن عليها هاي الارتفاعات، التفاصيل المفروض اكو نقاشات، اكو اسئله تسالون الاساتذه مالتكم على هالتفاصيل، سالوا بها الاساتذه مالتكم يعني. هم دائما ما يحددون يعني، يقول انت شنو تشوف يعني، هو ماكو مشكله حتى لو يبقى ثلاثه هو يعني. انا قلت ماكو مشكله هو اكيد، بس قصدي من يصير الفضاء عندي كبير يعني. انا ما اقول مثلا مثلا فرضا مو على شقق، بصوره عامه مثلا عندي قاعه بالكليه مثلا، لو فرض هسه قاعه الكليه مالتنا حاليا ندرس بها مثلا كلية هندسة نفسها، لو فرض ارتفاع هذا الطابق 3.5 أمتار وهذا ضخامة الجسور الموجودة، مو تشوفوها انه مخنوق القاعة؟ مو تأثر على المعمار من ناحية المعمارية، مو مؤثر على الحالة النفسية اصلا للجالس بالصف؟ شو تقولون انتم؟ مو صحيح؟ اي صح. اي فانت قصدي هاي اكو اعتبارات معماريه، اكو عندكم ستاندرد المفروض تمشون عليها، واكو اعتبارات معماريه يفرضها عليكم التصميم. فانا بس بصراحه حبيت اعطيكم هاي الملاحظه انه خلوا ببالكم كل ما نزيد الفضاء ما بين الاعمده كل ما يحتاج تسليح اضافي اكثر وعمق اكبر. زين؟ فهاي الملاحظه خلوها ببالكم يعني. حتى لمعلوماتكم بصورة عامة يعني كمصممين معماريين إن شاء الله. واضح؟ تمام؟ تمام أستاذ. تمام. أوكي. نجي إن شاء الله حتى شوي عن شوي نستعجل حتى ننهي المحاضرة شوي بوقت أبكر. هاي ايضا نرجع علما لل هاي بصورة عامة ايضا الفلسفة الخاصة ب الكونكريت وكيفية فشل الكونكريت او فشل الحديد. هنا لو يعني كمثال بسيط عندنا العتبة خرسانية، هذا المقطع مالته مستطيل ريكتانجلر سكشن. بصورة عامة التسليح وين يكون؟ لو كانت سمبل سبورتد التسليح الرئيسي يكون بالاسفل، هاي الاري اوف ستيل. من يصير عندي انحناء راح يكون عندي المنطقة العليا هي منطقة الكومبرشن، والمنطقة السفلى هي منطقة التنشن. فهذه المنطقة شو اعتبروها؟ ما دام تنشن شو اعتبروها؟ قلنا حسب الفرضيات اعتبروها فاشلة وبالتالي ما راح تشتغل نهائيا. فاللي يشيل الكومبرشن يا هو المنطقة العليا فوق النيوترال اكسس، فوق محور التعادل. والمنطقة السفلى شو يكون بها التسليح؟ فقط اللي يشيل الاحمال او يشيل الاجهادات هو التنشن، التسليح اللي هو التنشن يساوي area of steel في f of steel. طبعا من جاية المفروض تعرفون انه الاجهاد يساوي الاجهاد يساوي القوة على المساحة، صحيح؟ اذا القوة تساوي الاجهاد في المساحة، وهذا اللي هو يصير هنا القوة T. القوة شنو؟ قوة معنى T معنى شنو؟ هي قوة اجهاد. T هي قوة اجهاد. شو تساوي؟ تساوي مساحة الستيل باعتبار ان فرضنا انه الكونكريت فاشل، فشو يساوي الاري اوف ستيل في الاف اوف ستيل. الاف اوف ستيل هو اجهاد الحديد. فالقوة شو تساوي؟ تساوي الاجهاد في المساحة. القوة شو تساوي؟ تساوي الاجهاد في المساحة. ليش؟ على اعتبار انه فرضنا انه هذه المنطقة من العتبة الكونكريت ماذا شنو اعتبرنا كله فاشل، وبالتالي في هذه المنطقة عندي غير مادة غير حديد؟ ما عندي، فقط الحديد. إذن القوة في منطقة الإجهاد في منطقة إجهاد الشد هي فقط قوة جاية منين؟ جاية من الحديد. وبالتالي القوة مال الحديد تساوي؟ تساوي مساحة الحديد في إجهاد الحديد. زين، القوة في الطابقة العليا شو اعتبرناها؟ لا، انضغاط.
شو اعتبرنا شغال بها؟ هو الشغال بها الكونكريت. زين، وبالتالي السي كومبرشن ايش راح يساوي لي؟ يساوي 0.85 في الاف برايم سي، هذا العرض مالتها. هذا طبعا هذا التقدير انه ما ياخذ اجهاد الكونكريت بالكامل، ينطي امان. فشو يعتبر؟ كان شنو نقول المفروض؟ نقول الاريا اوف كونكريت صحيح في اجهاد الكونكريت، لكن هو هنا يفرضها شنو؟ 85% من اجهاد الكونكريت، ما ياخذ اجهاد الكونكريت كله، شنطي يعطي نوع من الامان، على اعتبار انه قد ايضا شنو هنا قد يصير فشل بالكونكريت. ايش ياخذها؟ ياخذ اجهاد الكونكريت يساوي 85% من الجهد الكلي اللي هو 0.85 اف برايم سي. الاري اوف كونكريت يساوي الاي في البي، هاي منطقه شنو مكعبه. طبعا هو هذا كله فرضيات، هذا يفترضون انه توزيع اجهادات الخرسانه في هذه المنطقه بهذا الشكل. زين، هذا الشكل بالحسابات الرياضيه شويه صعب، كيرفات ومعادلات. فش قالوا؟ قال خلينا نحوله الى من؟ نحوله الى مستطيل ايكوفالنت مكافئ، نحول الاجهاد او توزيع الاجهادات المنحني للخرسانه المن الى توزيع او شكل مستطيل. زين، هذا المستطيل العرض مالته هو بي، حيكون بهذا الاتجاه البي، والطول مالته اي، والارتفاع مالته 0.85 هذا هو شنو؟ هذا مساحة الخرسانة في اجهاد الخرسانة. شنطيني؟ ينطيني مقدار القوة بين ضغط مقدار السي. هاي ايضا هنا كلها فرضيات، هنا باعتبار انه الاف اوف اس التي يساوي الاري اوف ستين في الاف واي، والكي هنا سي سي هنا معناها الكومبرسيف strength of force of concrete، هنا سي صغيرة المن الكونكريت وسي كبيرة المن لل compression. الكي 1 والكي 3 هي معاملات هسه تفصيلها موجود ايضا، لكن هذا بصراحة هذا قلت لكم هذا عبارة عن شرح فلسفة التحليل والتصميم الخاص بالعتبات الخرسانية تحت تأثير الانحناء. هاي هنا ديش راح نو تفاصيل الـ coefficients of stress block are given for the following shapes. الـ K3 is the ratio of maximum stress at F prime C in the compressive zone of the beam to the cylinder strength F prime C 0.85 is a typical value of common concrete حسب الـ ACI code 1027. طبعا بالمناسبة شباب أنا نزلت لكم المصادر الرئيسية بالكلاس اللي موجودة هنا، هاي وانا بالله مصادر خارجية المفروض طلعتوا عليها تلقون بيها Advanced Concrete Technology، هذا تصميم الخرسانة بصورة عامة، يعني إذا تروحون اكو بفصل خاص بتصميم العتبات ممكن تستفادون من عنده بصورة عامة، وهذا الكود الخاص بتصميم الخرسانة عام 2014 ACI American Concrete Institution 318-14 معناها هذا 2014، لأن أكو حاليا أكو حتى 2021 هذا البلدن كود، فممكن تستفادون من عند هذا الكتب، وإن شاء الله أيضا راح أنزلكم بعض كتب أخرى تستفادون منها كمصادر خارجية، يعني اللي إذا تحبون تطلعون بشكل أكبر على الموضوع. هنا شوفوا هذا قلت لكم أنا إنه حول البلوك أو توزيع الإجهادات المنحني الخاص بالخرسانة إذن حول إلى مكعب، هذا مكعب طوله B ارتفاعه A العمق مالته 0.85 فريم سي، ولذلك قوة الكونكريت الكومبرسيف سترينث أو الكومبرسيف سورس تساوي 0.85 فريم سي اللي هي شنو هاي؟ هذا الجهد، والمساحة تساوي B في A، هذه المساحة B في A، وهذا الإجهاد اللي هو جيد مقداره 0.85 F prime C. زين، هنا مش ماخذ ال 85% من مقاومة الضغط الخرسانة، واضح؟ فالسي هو بينما التي تساوي الاريا اوف ستيل
في الاف اس. طبعا الاريا اوف ستريس يساوي مو لي طبعا بصوره عامه القضبات تستح شنو هي دائريه. ففرضا في شخص عندي لكل قضيه تسليح عندي يعني مساحه دائره، فاذا كان عندي ثلاث قضبات تسليح شيكو عندي ثلاث مساحه ثلاث دوائر. واضح الاريا اوف ستريس يساوي راح اسعد هنا. اذا فرضا لو كان عندنا قطر حديد تسليح ايش قد 12 ملم، اي انه قطر الدائره ايش قد 12، نحتسب مساحه الدائره قطرها 12 ملم ونضربها في ايش قد، نضربها في 3. شو تكون هي؟ هاي تكون هي المساحه الكليه لمن للتسليح. في حين للخرسانه نجي نحتسب الاي، هسه ان شاء الله اشوف بالمثال شلون نحسبه، ونحتسب البي معطاه بالسؤال يكون هذا عرض البي، وجهاز الكوك ايضا شو يكون معطاه بالسؤال. فشو انا شو اسوي 0.85 في الاف برايم سي معطاه في السؤال، البي معطاه في السؤال، الاي نحسبه بالمعادله ان شاء الله نرجع عليه بمثال. فراح نحسب شنو؟ نحسب مقدار السي. او اذا عدد التسليح موجود فيكون عندي يعني احسب عدد قضبان التسليح 3 معناها 3 دوائر، مساحة ثلاث دوائر اضربها في مساحة الدائرة الواحدة، اجهاد الحديد ايضا يكون معطى، فش راح يكون مقدار التي ايضا معلوم. فمن نش احسب مقدار الاجهاد الخاص بالحديد او التنشن فورس. هاي البيتا الها قانون زين، the equivalent high rectangular concrete stress distribution has what is known as a beta. هاي المقدار اسمه بيتا، هاي معامل تحويل اجهادات الحديد من المحلل الى المكعب. البيتا شو يساوي؟ يساوي 0.85 اذا كان الاف برايم سي اصغر او يساوي 4000 بي اس اي. طبعا هاي وحدات شنو هي؟ باوند لكل سكوير انج. هاي البي بي اس اي معناها باوند لكل سكوير انج. هاي الوحدات المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا مو المترك. اكو تحويلات ان شاء الله المحاضرة الجاية اعطيكم ايضا المعاملات الاخرى اذا كان مترك بالنيوتن والكيلو نيوتن والمليمتر والسنتيمتر. او البيتا 1 شو تساوي؟ تساوي 0.85 ناقص 0.05 في اف برايم سي ناقص 4000 على الف اكبر او تساوي 0.65. يعني معناها اذا انطيتك انا بالسؤال مقدار ال F برايم سي مقاومة الانضغاط للخرسانة 4000 بي اس اي او اصغر من 4000 بي اس اي، شو يساوي تستخدم البيتا؟ شو يساوي؟ تساوي 0.5. واضح؟ اذا في السؤال انطيتك مقدار مقاومة الانضغاط للخرسانة ال F برايم سي كومبرسيف سترينث اوف كونكريت تساوي او اصغر من 4000 بي اس اي، 4000 باوند لكل سكوير انش، شو تاخذ البيتا؟ تاخذها 0.85. اما عدا هذا الرقم يعني اكبر من 4000 بي اس اي، شو تساوي؟ البيتا لها معادله، شو تساوي؟ 0.85 ناقص 0.05 مضروب في فتح قوس لازم. زين؟ الاف برايم سي ناقص 4000، هذا المعطى جيت مثلا معطيك انا، مثلا معطيك 5000 بي اس اي. فيقول 5000 ناقص 4000 على 1000 في 0.85، هذا رقم انطرح منين؟ من 0.85، بحيث شو يكون؟ يساوي او اكبر من 0.65. يعني في هذه الحاله عندك البيتا 1 راح يتراوح منين؟ من 0.85 لمن؟ الى 0.65. من استخدم بيتا اقل من 0.65؟ مستحيل. من استخدم بيتا، فرضا انت عندك هنا استخدمت لك كونكريت عالي وطلع عندك الرقم مال البيتا هنا شو يساوي؟ يساوي 0.6. شو نستخدم؟ نستخدم ال 0.6 ولا 0.65؟ لا، نستخدم ال 0.65. واضح؟ اذا عندك مقدار مقاومه الانضغاط للخرسانه الكومبرسيف سترينث اوف كونكريت ايكوال تو اور ليس ذان 4000 بي اس اي، اقل من او يساوي 4000 باوند لكل سكوير انش، فمباشرة شو استخدم البيتا؟ تساوي 0.85. زين؟ أما إذا كان مقدار مقاومة الانضغاط للخرسانة أكبر من 4000 فنستخدم هذه المعادلة. وفي جميع الأحوال إذا
ناتج هذه المعادلة كان أقل من 0.65. شو نستخدم بيتا 1؟ نستخدم شنو؟ نستخدم 0.65. بيتا 1 شنو هي؟ هي معامل التحويل من المنحني المن إلى المستطيل. بالسؤال راح تبين عندكم أكثر. internal force balance with external. هنا أنا عندي requirement لتحليل أي العتبة الخرسانية. requirements for analysis of reinforced concrete beam. متطلبات تحليل العتبات الخرسانية المسلحة. يقول stress strain compatibility. The stress at point in member must correspond to strain at point. يعني شو معناها؟ هنا معناها إنه أنا من أحسب الإجهاد نقطة معينة يجب أن يكون الانفعال لنفس النقطة. يعني مثلا أنا مو أحسب الانفعال هنا والإجهاد في نقطة أخرى، لا، يجب الانفعال والإجهاد لنفس النقطة. راح ما راح تأثر عليكم إن شاء الله، الأسئلة راح تكون دايركت، يعني ما راح تكون بهالعمق هذا إن شاء الله، يعني سواء بالأمثلة هسه أو بامتحان، يعني ما راح أركز وياكم بهاي التفاصيل صراحة. الريكويرمنت الثاني إيكوليبريم إنترنال فورسز بالانسز وذ إكسترنال فورس. القوة الداخلية شو تساوي؟ تساوي أو تكافئ القوة الخارجية. إيكوليبريم يجب أن شنو يكون؟ العتبة في حال توازن. القوة الداخلية تساوي شنو؟ القوة الخارجية. إنترنال فورسز بالانسز with external forces. زين هنا هاي example، هذا مثال تطبيقي مهم. يقول example for rectangular reinforced concrete beam step set up equilibrium. أول مرة نحاول شو نسوي؟ توازن. طبعاً أمثلة راح تجيكم بها تفاصيل أكثر وأسهل من هذا بصراحة. فأنا عندي قوة، هنا عندي قوة compression وعندي هنا قوة tension. سيجما اف اكس شو يساوي؟ صفر. باعتبار شنو أنا فرضت عندي؟ فرضت إنه القوة الداخلية تساوي القوة الخارجية، وبالتالي تصفر شو يساوي؟ عندي حالة توازن. إذا عندي حالة توازن فبإمكاني أن شو أسوي؟ يا إما أسوي سيجما اف اكس أو سيجما اف واي. بما أن القوة هنا أفقية شو أستخدم؟ سيجما اف اكس. شو يساوي؟ صفر. إذا التي التنشن شو يساوي؟ الكومبرشن. التي والتي قوتين متساويتين بالمقدار متعاكستين بالاتجاه، وبالتالي مجموعهم شو يساوي؟ يساوي صفر. وبالتالي شو يكون العضو الإنشائي؟ يكون في حالة توازن، اي انه شو يكون مستقر. مثل ما طرقنا سابقا التي شو يساوي؟ يساوي الاريا اوف ستيل في اجهاد الحديد، مساحة الحديد في اجهاد الحديد، اريا اوف ستيل في ستريس اوف ستيل. الكومبرسيف سترينث شو يساوي؟ يساوي 0.85 اف برايم سي، هذا الاجهاد 85% من اجهاد الخرسانة في مساحة المقطع اللي هي اي في البي. لو ناخذ عزم، زين مجموع العزوم شو يساوي؟ يساوي صفر. تي في دي ناقص اي على 2 شو يساوي؟ يساوي امن. ما وش يسوي هنا؟ هو اخذ مومنت حول من؟ اخذ مومنت حول للسي طبعا. فالتي شو يساوي؟ القوه في ذراعها. العزم شو يساوي؟ يساوي القوه في ذراع العزم. بما انه هذا حاول شو اخذ عزم حول هذه النقطه، هذا كله شو يساوي؟ هذا اي، هذا سي وين؟ بمنتصف. اذا هاي منطقة اي على 2، هاي منطقة كلها شنو؟ هاي منطقة كلها دي. زين هاي منطقة كلها دي، بس لاحظون هذا كلها دي. فدي ناقصا اي على 2، وين وصلنا؟ وصلنا هنا. هاي الذراع مال العزم، والتي هو قوة العزم، القوة. اذا القوة في ذراعها شو يساوي؟ يساوي العزم. تي شو يساوي؟ دي ناقص N على 2 ويساوي M N. ال N معناه nominal الاسمي، M ال M moment، وال N ال N nominal معناها اسمي. العزم الاسمي nominal moment، عفوا nominal moment يساوي T في D A ناقص A على 2. أو بالعكس
ياخذ العزم وين؟ ياخذ العزم حول التي. زين، فيطلع الاجهاد الاخر. هنا بما انه الاجهاد الحديد او قوة الحديد التنشن اسهل بايجادها، لان باعتبار انه الاريا معلومة والاجهاد معلوم، اذا السي يساوي او بوينت هذا يساوي هذا، اذا مقدار الاي يساوي، هاي قلت لكم انا قبل شوية انه الاي لها معادلة لايجادها. الاي شو تساوي؟ هذا مهم القانون. الاي شو تساوي؟ تساوي area of steel مساحة الحديد في stress of steel اجهاد الحديد على 0.85، هذا ثابت. الاف برايم سي هو الكومبرسيف سترينث اوف ستيل او الاجهاد الخرسانه، البي هو عرض المقطع مال البيم. زين، الاي شو يساوي؟ يساوي الاريا اوف ستيل مساحه حديد التسليح الكليه، اذا مثلا عندي 3 قضبان تسليح فمساحه 3 قضبان تسليح. اجهاد الحديد مره واحده مثلا اقول لك اجهاد الحديد يساوي 400 ميجا باسكال، اذا الاف برايم سي الاف اس يساوي 400. الاف برايم سي مثلا اقول لك 40 ميجا باسكال تخليها 40 ميجا باسكال. البي مثلا اعطيك اياها بالسؤال ايش قد؟ 500 ملم تخليه 500 ملم. مش نحسب ما عنده؟ نحسب مقدار الاي. فهذا القانون او اشتقاق مهم. زين، هنا لحساب المومنت الامن شو يساوي؟ يساوي التي في المومنت ار، مثل ما قلت لكم القوه في ذراعها، التي هي القوة والمومنت ار هو شنو؟ هي الذراع. التي شو يساوي؟ الاريا اوف ستيل في الجهاد في الاف اوف ستيل. الذراع شو يساوي؟ دي ناقص الاي على 2. الدي معلوم يعطى في السؤال، الاي حسبناه تقسيم 2. اذا العزم اصبح العزم اصبح ايجاده سهل وما بي مشكله. زين، النوب القضيه الثالثه او المهمه هي انه نشوف الحديد واصل للخضوع ولا ما واصل للخضوع. قبل لا احكي هذه النقطة الثالثة، اكو اي سؤال او استفسار شباب؟ واضح تمام. الجهاد الحديد شو يساوي؟ الانفعال ما عرفتم، المفروض ماخذيها صف ثاني هاي. الانفعال شو يساوي؟ الانفعال الابسلون يساوي الاجهاد على معامل على الموجب الاساسيتي، معامل المعامل الالاستيسيتي المرونه، على معامل المرونه سيجما الابسلون يساوي سيجما اوفر اي، يعني المفروض ماخذيها يعني ما اعرف. بالنسبه لانفعال الحديد، انفعال خضوع الحديد سيجما واي او ابسلون واي يساوي سيجما واي على اي اوف اس، الاس مال ستيل، الواي هي اليلد الخضوع معناها، الابسلون هي شنو؟ هي السترين، والسيجما هو ستريس الاجهاد. فبصوره عامه قانون هذا عندنا ثابت بالفيزياء انه الانفعال يساوي الاجهاد على معامل المرونه، الانفعال يساوي الاجهاد على معامل المرونه. فلايجاد انفعال الحديد شو نسوي؟ اجهاد الحديد على معامل مرونة الحديد. اجهاد الحديد يعطى عفوا في السؤال، والمعامل ايضا شنو يعطى، لكن المعامل ما حي ثابت هو 29000 او اذا بالميجا باسكال 200000 ميجا باسكال او 201000 ميجا باسكال. فبكل الاحوال الرقمين سوف يعني نعطيكم اياها وين بالسؤال. السي شو يساوي؟ هو المقدار السي هو الاي اوفر بيتا، البيتا قبل شويه عرفنا شلون نحسبها، والاي قبل شويه ايضا عرفنا شلون نحسبها. اذا انفعال الحديد ايش راح يساوي؟ يساوي دي ناقص سي على سي في الابسلون سي اكبر او يساوي يلد. هنا فرضا بعد طبعا الدي معلوم، السي حسبناه منا، الابسلون اوف كونكريت يساوي قلنا قبل شويه قلنا هو جد 0.003، هذا ثابت. الابسلون انفعال الكونكريت، ابسلون اوف كونكريت معناها هنا
strain of concrete. Strain of concrete هذا yield strain وهذا strain of steel معامل انفعال او انفعال حديد epsilon s معناه شنو strain steel strain steel strain هذا concrete strain انفعال الخرسانة انفعال الخرسانة معناه yield strain هذا yield الخضوع هو يعني انفعال الخضوع فإذا كان الانفعال الحديد أكبر من انفعال اليولدينج معناه شنو معناها الحديد واصل إلى مدى الخضوع أما إذا كان أقل معناها الحديد شنو بعده في ضمن مرحلة الإلاستيك وما عندنا أي مشاكل به هنا المثال هذا ها هنا عندكم هذا مثال تطبيقي جدا هذا مهم مثال مهم بالنسبة لكم هذا مثال تطبيقي لكيفية تحليل عتبة خرسانية بسيطة. Example of rectangular reinforced concrete beam. Given a rectangular beam. المعطيات شنية؟ إنه عندك أنت المعطيات عندك عتبة خرسانية مستطيلة. زين؟ مقدار ال FC اللي هي شنو هي؟ هي ال reinforced compressive strength of concrete. مقاومة الإجهاد الانضغاط للخرسانة اللي فرامسي هي شنو مقدار مقاومة الانضغاط للخرسانة قد عندنا مقداره 4000 PSI بمجرد انه هذا الرقم عرفته شو معناها شخص ادي انطباع انه البيتا قد مقدارها البيتا مقدارها 0.85 زين اليلد سترينث اوف ستيل الاف واي هاي عادة المنشير الاف واي تشيل مقاومة الخضوع للحديد قد مقدارها 60 KSI زين هنا كيلي باون سكوير انج الكي هي كيلي باون سكوير انج ايش قد التسليح 4 نمبر 7 بارز عندي قضبان التسليح 4 اللي هو نمبر 7 طبعا ان شاء الله لاحقا اعطيكم جدول عم تعرفون انه هذا حي التسليح بي نمبر 1 بي نمبر 2 بي نمبر 3 بي نمبر 4 نوصل الى اعتقد 12 او 13 نمبر 13 كل نمبر الى قطر خاص به هاي باعتبار انه على نظام طبعا النظام الانجليزي او النظام الامريكي واكو نظام الانترناشنال المتريك لا هذا يعطيك مثلا 4 فاي 16 ملم معناه شنو قطر حديد التسليح ايش قد 16 ملم او يقول لك 4 فاي الفاي شنو معناها قصدي انا علامه الفاي 4 فاي 12 ملم معناه شنو عندي قطر حديد التسليح 12 ملم وهكذا البي ايش قد معطيك اياه 12 انش زين الدي منطقة ايضا 15.5 انش ارتفاع الكل المن لعتبة 18 انش شو يقول لي هنا شو يطلب عندي find the neutral axis find عفوا the neutral axis نجي هسه هنا شو مسوي هو يقول المطلوب هو ايجاد المحور العتبة وبعدين find the moment capacity of the beam إيجاد سعة العزوم الخاصة بالعتبة find the moment capacity of the beam عندي نقطة رئيسية مهمة جدا اعتمدها هي انه C شو يساوي يساوي T C شو يساوي يساوي T T شو يساوي يساوي R of T في F of T R of T معلومة والF of T ايضا معلوم فممكن شنو نحسبه ال C يساوي 0.85 F prime C A في ال B ال B معلوم ال F prime C معلوم اللي هو 4000 KSI شو بقى عندي بقى عندي ال A لا شو يسوي احسب قيمة ال A وهكذا يعني انا بصورة عامة خلي عندكم طريقة يعني او سياسة او شو يسميها استراتيجية لحل الاسئلة اشوف شنو المعطيات اللي عندي واشوف شنو المطلوب فقبل لا ابدا باي حل قبل لا ابدا اشيل القلم واكتب بالورقه اقول يا بهذا المعطى كذا والمطلوب كذا المطلوب هو كذا فانا حتى اوصل للمطلوب شو احتاج 1 2 3 1 موجود 3 موجود 2 موجود ايش مين طلع الاثنين فالجئ من ألجأ إلى احتساب المطلوب رقم 2 حتى شنو تكون جميع بنود المعادلة أو متغيرات المعادلة متوفرة
وبعد ذلك يكون وبعد ذلك يكون احتساب احتساب العزم او احتساب المطلوب يكون سهل عليه. فهنا determine the area of steel، اول شيء اريد شنو هو مقدار مساحة حديد التسليح. number 7 bar has 0.6 inch square، مساحة number 7 جيت هو يعني مساحة قطر تسليح واحد number 7 هو 0.6 inch square. إذا بما أنه عندي أربعة حسب السؤال مطيناها جيد مطيناها بالسؤال قال لي أربعة نمبر 7 زين هسه نرجع لها قال لي أربعة نمبر 7 نمبر 7 أنا إن شاء الله لاحقا نعطيكم جدول خاص بالأقطار الأقطار المساحات. المساحة مع نمبر 7 جيد لقطر تسليح واحد هو 0.6 إنج سكوير. فأربعة في 0.6 المساحة مال السي جي صارت الـ area of steel 2.4 square inch. هذا أول شيء حليته أنا زين. البيتا قلت لكم أنا قريت السؤال الـ value of beta جيت 0.8 فف ليش؟ لأن الـ F prime C جيت عندي 4000 PSI. أنا قلنا إحنا إذا كانت الـ F prime C أصغر من أو تساوي 4000 PSI إذن البيتا جيت تساوي 0.85. إذن أنا البيتا جيت مقدارها هسه 0.85 هذا الاختيار مال البيتا زين. المعادلة المهمة هي إنه إيجاد توازن بالعتبة. إذن C شو يساوي؟ يساوي T. C شو يساوي؟ يساوي 0.85 في الـ F prime C في ال B في ال A 0.85 هذا فاكت ما عندي يعني ثابت. ال F prime C 4000 PSI ال B منطينيا بالسؤال ايش قد ال B منطينيا بالسؤال لو ارجع له منطينيا 12 انش هذا ال B مقداره 12 انش زين هذا ال B مقداره 12 انش ايش بقى عندي؟ بقى عندي ال A زين. ال FY معطيناها بالسؤال ال Area of Steel معطيناها هذا حسبناها قبل شوية. إذن أصبح عندي هذا معلوم ثابت هذا معلوم 4000 KSI هذا معلوم 12 إنش عفوا ال FY معلوم 60 KSI ال Area of Steel حسبناها قبل شوية 2.4 إنش سكوير إيش بقى عندي مجهول؟ فقط ال A. إذن ال A شو يساوي؟ يساوي FY Area of Steel على مجموع حاصل ضرب هالمتغيرات 60 KSI نزلناها 2.4 على 0.85 ال F prime C 4 KSI تقولون مطيها 4 4000 ال 4000 هي BSI باون لكل سكوير انج. الباون شو يساوي؟ ال K شو يساوي؟ ال K معناها شنو؟ K الباون معناها ألف ال K يساوي ألف B وبالتالي 4000 قسمتها على ألف شنطاني انطاني 4 KSI. أنا دائما لازم توحدون الوحدات عند إجراء عمليات الضرب حتى ما يصير عندكم أخطاء وين بالنتائج. فهنا عندي هاي 60 KSI SI معناها سكوير إنج وهذا شنو هذا؟ سكوير إنج ما عنده مشكلة بي. هذا KSI أيضا سكوير إنج فعندي هذا كان شنو؟ كان BSI 4000 BSI قسمته على ألف شو سويته؟ سويت KSI يعني كيلو باوند سكوير انش زين. الكي هي كيلو باوند سكوير انش الاس سكوير ال اي هي انش اوكي KSI كيلو باوند سكوير انش. ف 60 KSI معطاه بالسؤال هي KSI 2.4 سكوير انش احنا حسبناها 0.85 ثابت رقم ثابت ماكو مشكله. 4 KSI كانت 4000 BSI قسمناها على 1000 اصبحت 4 KSI 12 انج معطى في السؤال هو عرض البيم البي هو 12 انج هذا بالانج هذا بالانج هذا بالكي اس اي هذا بالكي اس اي الوحدات متساويه ومتشابهه. اذا ما عندكم مشكله اجري عمليات الضرب والقسمه يطلع عندي مقدار الايش قد 3.53 انج. ليش؟ الكي اس اي راحت ويا الكي اس اي انج سكوير راح ويا انج ايش بقى عندي؟ بقى انج واحد واضح. كي اس اي راحت ويا الكي اس اي الانش سكوير
راحت ويل انش اصبح عندي شنو 3.5 انش. تمام، هذا مقدار الاي. اذا the neutral axis اللي هو السي شو يساوي؟ يساوي قبل شوي شرحنا هذا الموضوع فوق، قبل شوي طرقنا له الاي على البيتا 1. البيتا 1 حسبناها على اعتبار انه الاف برايم سي 4000 كي اس اتش، قلنا البيتا شو يساوي 0.85. الاي حسبناها منا 3.35 انش. اذا البيتا بدون وحدات وهذا بالوحدات، اذا شو يبقى عندي؟ تبقى عندي الانش. هذا المقدار على هذا المقدار يساوي اذا السي هو 4.25. هذا المطلب الاول، ايجاد ذا نيوترال اكسس، فايند ذا نيوترال اكسس، اوجدنا نيوترال اكسس بمقدار ايش قد؟ 4.52. اذا للاعلى طبعا هذا حيكون. يعني مقصود بهذا النيوترال اكسس هو، اذا نرجع للسؤال، مقصودنا هذا، هذا مقصودنا هذا. اذا هذا النيوترال اكسس من الاعلى ايش قد مقداره؟ 4 بوينت سمثينج، اللي قبل شويه الرقم 4 بوينت سمثينج انش. اوكي، هذا هو النيوترال اكسس السي، تشوفون هياته هذا السي. زين، هذا هو السي، هذا سمول سي مو كابيتال سي. الكابيتال سي هو شنو؟ هو الكومبرسيف سترينث او الكومبرسيف فورس. هذا السي هو النيوترال اكسس. زين، هذا مقداره الاي على البيتا، واضح؟ الاي على البيتا. زين، زين. لحد الان حسبنا المطلب الاول، خلصنا المطلب الاول، بعد ما عندنا مشكله. نجي المطلب الثاني، هو ايجاد شنو؟ ايجاد المومنت كاباسيتي. قبل لا نجد المومنت كاباسيتي لازم نشيك انه هل انه الحديد خاضع او ما خاضع. شلون نعرف انه الحديد خاضع؟ اول مره شو نطلع؟ نطلع او نستخرج قيمه انفعال الخضوع للحديد، السترين يلد سترين يساوي اليلد ستريس على الاي اف اس، على الاي اس اس اللي هو مودوس اوف الاسستي معامل المرونه من الحديد. الاف واي هي 60 كي اس اي معطات، هذا قلت لكم 29000 كي اس اي ثابت، ممكن تحفظوه وان شاء الله بالاسئله الامتحان لازم يعطيكم اياه. ف 60 كي اس اي على 29 كي اس اي يكون عندي هنا يلد مقداره 0.00207. هذا رقم راح يختلف طبعا حسب السؤال. الابسلون سي ال اس حسبناها قبل شوية، خضوع الحديد يساوي دي معطى، السي حسبناها قبل شوية، وهذا مال كونكريت قلنا 0.0 يحفظ 0.03 على هنا السي في 15.5 معطاه في السؤال، ناقص 4.5 انش احتسب قبل شوية على 4.1 نفس الرقم 0.03 يحفظ هو مقاومة انفعال الخرسانة، ويساوي 0.082 مقدار ايش قد؟ اكبر من المناسب هنا هذا صفر زايد، ماكو هنا الرقم الصحيح هو هذا 0.00207. هاي من يمكن صلحوها، هذا الصفر زايد. لكن بكل الاحوال هذا الرقم شنو؟ وهذا الرقم اكبر من مقاومة، يعني انفعال الحديد في هذه الحالة حسب الاحمال المسلطة عليه هو شنو؟ هو 0.0، هذا اكبر من مين؟ من انفعال خضوع الحديد. وبالتالي الحديد وين واصل؟ واصل الى منطقة الخضوع. زين؟ اذا المومنت شو حيساوي في الحالة هاي؟ الاريا اوف ستيل في الاف واي، الاريا اوف ستيل 2.4 انش سكوير، الاف واي 60 كي اس اي، الدي 15.5، الاي 3 بوينت سمثينج على 2. هاي تفاصيل نضربها مع بعضها يطلع عندنا مقدار 1979 كي كيلو باوند انش باعتبار مومنت. المومنت هو عبارة عن وحدات قوة في وحدات مسافة، كي انش. زين، 1100 بس سوى هنا، بس حول طبعا قسمها على 12، ايش حولها؟ حول الكي بقت كي كيلو باوند، والانش حولها من الى فوت. فهاي مجرد بس اعتبار انه الفوت شو يساوي؟ يساوي 12 انش، كل فوت يساوي 12 انش، فقسم هذا المقدار
على 12 فيطلع عندي 164.8 كيلو باوند فود. فهذا هو مثال تطبيقي لكيفية إيجاد المحور الخاص بالعتبة وسعة ال سعة ال طلع شطار سعة المومنت الخاصة سعة العزم الخاصة بالعتبة. هذا مثال تطبيقي. إن شاء الله في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله راح ناخذ أمثلة أكثر، وقبلها ناخذ إعادة سريعة وعلى الموضوع بصورة عامة وأمثلة أكثر. إذا عندكم أي سؤال فيما يخص اللي شرحناه من البداية وحتى الآن، أتمنى أنه تبلغوني هسه أو حتى لو لاحقا. الموضوع الآخر، إذا عندكم أي ملاحظة على طريقة الشرح، طريقة الطرح، التفاصيل اللي طرقنا لها بالمحاضرة، فممكن تفتحون المايكات وحتى نتناقش ونكمل شغلنا وننهي المحاضرة لهذا اليوم. عندكم أي ملاحظات شباب على المحاضرة بصورة عامة، على طريقة طرح المحاضرة، أسلوب المحاضرة؟ بس شوية على صوتك. شنو؟ استاذ اقول ان المحاضرات اي على الاف اف سي وعلى الزوم هواي افضل لنا من انه الاستاذ يسجل لنا المحاضرة وينزلها. هو اكيد طبعا حسين نوع من النقاش. انا بالنسبه لي ان شاء الله من الاسبوع اللي مو الاسبوع القادم حيكون الامتحان ان شاء الله، اللي بعده ان شاء الله، يعني حل من نحل امثله على هذا الموضوع حتكون كلها تفاعليه ان شاء الله على الجوجل ميت. يعني هو توجيهات الوزاره صارت انه تكون تفاعليه على الجوجل ميت، فان شاء الله نرتبها بهالتفصيل هذا ان شاء الله. اي سؤال على هذه المحاضره مال اليوم، على موضوع اليوم؟ لا استاذ ماكو سؤال، احنا راح نقرا المحاضره واذا عندنا سؤال نسالك بالجروب عادي. ماكو مشكله، اذا زول اي وقت اذا زول بالجروب ان شاء الله باي سؤال اي وقت اجاوبكم ان شاء الله. بس حتى اتطرق الموضوع الواجب، حاولوا تكملوا اليوم ان شاء الله وتسلموه. حاولوا ايضا في ماده الامتحان النظري الكل، يعني محاضراتنا اغلبها صارت نظريه بصراحه، السبعه الاولى اغلبها نظريه، فمعناها ماده الامتحان راح تتضمن الكثير من الاسئله النظريه. فاتمنى الاهتمام بالمحاضرات كلها، وموضوع حتى المنظري مال determinant structure and stability of structure كلها بسيطه وما بها كل صعوبه، والامثله اللي معطات في الواجب البيتي اغلبها امثله تطبيقيه. يعني ما راح بالامتحان ما راح نتجاوز هيك امثله بصراحه، لان هي امثله تطبيقيه مشابهه لما ورد في المحاضره. اتمنى انه شدون حالكم شويه تقرون ان شاء الله. الاسئله حتكون على جوجل كلاس، واغلبها اذا مو كلها حيكون شنو اختيارات، حتى اللي يعني سواء نظريه كانت او سواء الخاصه بالديتيرمينت اند انديتيرمينت ستراكشرز، يعني المنشات المحدده والغير محدده سكونيا. فهاي التفاصيل اتمنى تقروها زين، لان السعي مثل ما قلت لكم قبل شويه يتضمن درجه الامتحان، درجه التقرير، ودرجه الواجب البيتي. هذا سعيكم 30، وان شاء الله النهائي حيكون هذه المحاضرات بالاضافه الى تحليل وتصميم عتبات الخرسانيه تحت تاثير الانحناء، واذا لحقنا تحت تاثير القص ايضا. اتمنى انه تكونوا استفادتوا من المحاضره اليوم، وان شاء الله من الاسبوع بعد القادم اي بعد الامتحان حتكون محاضراتنا كلها تزامنيه. احاول بصراحه في نفس وقت المحاضره لان توجيهات الوزاره، لكن انا مش مشكلتي انه حكون ما راح اكون بالبيت بصراحه، لان عندي تكليف اداري. فاتمنى انه الاشاره تكون تسعفني حتى اقدر اعطيكم المحاضره بشكل افضل بدون تقاطع بالانترنت او بدون ضعف بالاشاره. شكرا جزيلا لحضوركم، اتمنى حضور اكثر من بقيه الطلبه اللي ما قدروا يحضرون اليوم، خصوصا في اوقات المحاضره. بصراحه الماده لكم مثل ما قلت لكم، ماده الانشاءات هي ماده عامه، اعتبروها كورشة عمل لكم تفيدكم في حياتكم العمليه كمهندسين معماريين.
اي سؤال او استفسار الان او لاحقا ممكن تدزولي على الجروب او حتى على جوجل كلاس، وانا ان شاء الله باسرع وقت اجاوبكم عليها. شكرا جزيلا واتمنى لكم التوفيق.